يا اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه. احنا طبعا بنحب دايما مع كل فرحه ومع كل انتصار جديد للنادي الاهلي بنحب دايما نستعيد ذكريات الانتصارات السابقه. طبعا من خلال ايام بسيطه جدا تم تتويج النادي الاهلي يعني بكاس مصر للمره 37 في تاريخه. طبعا ده يخلينا عايزين نتكلم مع حضراتكم عن ال 36 اللي فاتوا. طيب مين احسن حد هيقول لنا احلى كلام عن ال 36 اللي فاتوا غير استاذ محمد صادق؟ صباح الفل على حضرتك. صباح الخير عليك وجودك معانا كالعاده. اشكرك والله. انا مبسوط جدا لان انا يعني صباح الخير يا استاذ نوال. صباح الخير على حضرتك. انا مبسوط ان قبل كاس افريقيا ابطال الدوري كنت انا قاعد هنا وقلت ان شاء الله صح. هنحط فوق بطوله الدوري كاس افريقيا صح انا فاكره كويس كاس مصر ان شاء الله وهناخد السوبر وهنبقى احسن فريق في العالم نادي القرن في الفتره احنا فيها دي دلوقتي ان شاء الله. ده قلناها كان في ساعتها عاملين ريال مدريد وبرشلونه والنادي الاهلي دخلوا في حته نادي القرن على مستوى العالم طبعا. فالاهلي لو حقق بطوله ان شاء الله هيبقى نادي القرن على مستوى العالم ان شاء الله. فان شاء الله ان شاء الله الاهلي بقى على طول في افراح كونوا مبسوطين وكونوا مبسوطين كلنا. وشكر واجب طبعا للكابتن الخطيب ورئيس مجلس اداره النادي الاهلي كله من ولاعيبه وفنيين ومذيعين ومصورين وجماهير طبعا هو كله كيان كيان واحد حقيقي ويمكن لما حد كان بيسال يعني اي صحفي او غيره بيسال يعني فكره الاضافه اللي جات لكم بعد سواء انا او كريم في الانضمام لقناه الاهلي ان انت دخلت وسط عيله بجد طبعاً. انت مش مذيع في قناه او انت عضو في نادي لا انت عضو في وسط عيلتك فدي بتفرق جامد جدا. انا بتكلم حضرتك بجد يعني دي كلنا شعرناها. لما انا عشان بحب التاريخ وبقرا تاريخ كتير اول ما دخلت قناه النادي الاهلي انا توقعت النجاح. اي عمل فيه حب وفيه تكاتف وفيه مصلحه عامه وفي سيستم ماشي عليه الكيان ده بينجح. هو ده النادي الاهلي. هو ده التاريخ وهو ده هيبقى المستقبل بالظبط على جميع الاجيال مش جيلنا احنا بس طبعا. احنا مكملين الاجيال المحترمه السابقه. صحيح. وان شاء الله النهارده هنتكلم عن بعض بطولات تاريخ النادي الاهلي كاس مصر. حلو. كنا عاملين حلقه قبل كده عن كاس افريقيا وان شاء الله هنكملها برضو يكون في ظروف ثانيه. والنهارده هنتكلم عن تاريخ النادي الاهلي مع كاس مصر من العشرينات. نبدا بقى بالصور. ماشي. ننزل بالصور يلا. احنا نقدر نقول هنجيب صوره صورتين كده. النادي الاهلي في بداياته في العشرينات اول بطوله اخذها 1923 وكابتن رستم وكابتن حمدي وكابتن محمود مختار التتش مجموعه كبيره جدا بدات انها تاخد اول بطوله كاس مصر كان ساعتها اسمها كاس السلطانيه وكان ليها اكثر مسمى بعد كده كاس السلطانيه يعني نسبه السلطان حسين كامل او السلطان فؤاد بقى الملك فاروق ده من 36 37 بعد ما مات الملك يحيى الملك 36 37 جه الملك فاروق ب 18 سنه واصبحت فاروق. في بقى في الاربعينات وفي الخمسينات وفي فرقه همامي بتاع قبل ما نخش على الصوره دي في الثلاثينات في 31 وفي 37 الاهلي خد كاس مصر في الاربعينات اكتر من حاجه جميله قوي في الاربعينات بس احنا وخمسينات شدك المانشيت صح؟ لازم نقف عند العنوان ده المانشيت ده والجزء والكلمه الاخيره منه تحديدا لان هي بتاكد على ان فعلا النادي الاهلي تاريخ من الاخلاق والمبادئ 20 سنه كام وبيتكلم عن السلوك كمان 20 وثيق احنا كنا عايزين نرجع شويه بس كان في بطوله مهمه جدا قبل ايوه اشكرك بعد دي على طول شكرا استاذ المخرج في بعديها حاجه اسمها محمد نجيب رئيس مصر الاسبق في صورتين او صوره ليه وهو بيكرم الصورتين اللي فاتت دول بتوع 65 66 لما الاهلي خد كاس مصر بصوره جميله جدا لكن كان في صوره شكرا جزيلا هنا بقى مهم قوي نحكي عن دي في 1953 النادي الاهلي ياخد اول بطوله كاس مصر بعد الثوره بمسمى الجديد طبعا. كان قبليها فاروق طبعا ذهب فاروق جت الثوره والجمهوريه الرئيس السابق محمد نجيب بيسلم كاس مصر لكابتن النادي الاهلي مكاوي شكرا جدا للمخرج ان احنا جبنا عشان نمشي بالاحداث التاريخيه بالترتيب بالترتيب برضو هنا هنلاقي صوره ثانيه برضو الاهلي كسب الزمالك في النهائي 4-1 شكرا جدا اهو مظبوط 4-1 في نهائي 1953 اول بطوله في عصر الجمهوريه في عصر التحرير ما بعد الثوره كان اول بطوله اخذها مين النادي الاهلي شكرا جدا احنا ممكن بعد كده بقى نخش على الستينات اللي احنا جبناها قبل كده الجورنان والمجله قبل دول لو سمحت الصوره بالالوان للنادي الاهلي ومعاها الصوره الاهلي بالسلوك يكسب
في يكسب الترسانه. كانت الترسانه ترسانه والسكه كانوا بينافسوا كل الفرق وبيكسبوا الفرق الكبيره، فرق قويه جدا الترسانه والسكه، وفرق عظيمه قديمه والمصري ما شاء الله والكروم طبعا طبعا. عايزين شكرا للاستاذ مخرج المره الثانيه. هنا الاهلي استحق كاس مصر، دي الكلمه اللي بنتكلم عليها. بنتكلم في نص قرن في قرن باللعب والسلوك، ده اساسي. يوم التوفيق بتاع الله عز وجل يجي لنا يبقى في ادب وفي سلوك وفي لعب وحماس وبنحب نادينا، يوم ربنا يكرمنا في اي بطوله ممكن نكون ظروفنا مش حلوه، اللعب مش ماشي معانا النهارده، لكن ربنا بيكرمنا وبيوفقنا من النيه السليمه. هنا شكرا جدا. وفي بعديها صوره كمان هجيب التشكيل في الستينات، كابتن ميم الشربيني، ها بص، ومروان، وبص ده الصوره دي من منين؟ من ملعب مختار التتش في 1966 عندما حصل النادي الاهلي على كاس مصر، وكابتن انور سلامه جيل عمالقه طبعا. كل جيل زي ما قلنا في كل حلقه محترم بيكمل الجيل اللي بعديه. هنخش بعد كده بقى في صوره جت من شويه، الكابتن الخطيب في بطوله 1978 اسف. دي مباراه ما انساهاش لان يعني كان عندي يعني 7 سنين، وكنت واقف بعيط وفي نفس الوقت بفرح والنادي الاهلي نازل بعد الماتش، وازاي حققنا الفوز بعد الهزيمه 2-1. شكرا الكابتن صفا ابو حليم والكابتن الخطيب في مباراه 1958 نهائي كاس مصر 78. ليها قصه جميله. كنا مهزومين من الزمالك 2-1 والماتش مره واحده كابتن الخطيب نزل وطاهر الشيخ وبتاع مع حفظ الالقاب، قلبنا الماتش من 2-1 هزيمه ل 4-2. وكان ساعتها بقى يعني الجمهور، اقول ايه، انا عايز حته حلوه بسبب الجمهور. يعني لما خدنا كاس افريقيا اللي فات ده ومصر، انا قاعد في حته بين الهرم وفيصل، يعني انا اول مره افرح من ساعه انتخابات الرئاسه رئيس السيسي لغايه دلوقتي، اشوف الناس في الشارع بطريقه غير، ايه ده، والله ناس خرجت من البلكونات بالزغرط فرح. يا الاهلي هو البهجه، هو الفرحه للشعب. انا عايزه اسال حضرتك برضو استاذ محمد، نعرف التفاصيل بتاعه ازاي بقى من 2-0 ل 4-2 2-1 2-1 ل 4-2 بس ده الموجود حضرتك على عكس كل الضيوف التانيين. يا فندم احنا بنتكلم، احنا ما بنحفظش، يعني احنا بنقول من قلبنا اللي بيطلع. لا قصدي بسم الله ما شاء الله تعالى قدره على الاسترسال عندك حب حب. انا داخل في 50 سنه من وانا طفل، والدتي بتشتني 3 سنين وانا بقول اهلي اهلي. انا كذاب مش انا مش بكذبش والله، من بتشتني 3 سنين بقف كده عن اهلي اهلي اعمل كده وانا عند الازهر والخصيم. طب ما لعبتش ليه؟ لعبت في كذا نادي، كنت بلعب مع كابتن احمد كشري وكذا لعيب، كابتن احمد كشري النادي الاهلي لعبت مع كذا لعيب، بس كانت انا ظروفي ما كانتش تسمح ان انا اقدر امارس. بس الاهلي ده حب وكيان جوه الانسان. لما يجي حد بيتكلم على الاهلي زي ما كابتن عبد الجليل مشكور قبل كده دخل قال لك ايه ده، بيتكلم بحماس، ده شيء كويس. يعني احنا خسرناك كلاعب ولكن كسبنا مؤرخ جميل. ده شرف ليا. طيب ده الماتش كنا بنتكلم عليه. يا بص بقى هنا، كابتن الخطيب ما كانش هيلعب، كان قاعد والخطيب جه على السكشيل قوي حبا حبا في النادي وفي الكيان. الخطيب كان بيلعب بالحوار الكورتيزون، ها كان بتضع اي لعيب بيلعب بنص قوته بيلعب. ده الخطيب مره لعب برجل واحد ماتش يا سوبر 4-1، ده ماتش 4-2. انا عايز اسال حضرتك بس حاجه، هو الخطيب نزل الشوط الثاني. بص الخطيب انا هاخد كوره على الطايره. ده الشوط الثاني بقى. الشوط الثاني الاولاني كنا 2-1 ونزل الخطيب الشوط الثاني بقينا 4-2. اتقلب الماتش بطريقه، ها الاهلي مسك الماتش محاصر الزمالك 3 جوان ورا بعض، ها الخطيب وطاهر الشيخ. بص الكوره مين، شوف الرفعه وازاي على الهواء الطايره على طول. بص دي جوان الكابتن الخطيب طبعا، جوان الكابتن الخطيب ينزل بتستمتع، يعني كل كوره فيها لمسه جماليه. بص الجون ده حضرتك 2-1 وانقلب الماتش في دقائق. كابتن شاطر رفع الكوره ديت، الله كابتن جماعه بيلعب كام عليه. بص يعني جول جيب بمجموعه وشغل جماعي لا جميل، كل واحد بيرد على الثاني. وكانش ده السيناريو. لسه ما صوت الشهير بتاع كابتن شطه طبعا، الافضل اللي في الهواء اللي بيشتهر بيه. ما شاء الله كابتن شطه محب النادي الاهلي طول عمره. شخصيه جميله الحقيقه، اكتر الناس اللي كان يحب يسجل بالكاميرا كل احداث المهرجان. يا سلام سلام خطيب وطارش. الخطيب قاعد مش هيلعب، هو قاعد بالترنج مش هينزل، مالوش انه ينزل مش هينزل، كان مصاب وتعبان ما كانش قايلهم من قبليها مش هيلعب. لعب الماتش دوت ازاي، نزل اتقلب الماتش من 2-1 ل 4-2. ده التاريخ اللي بيقول، ها الجورنال والمجله والصفتوغرافيه والفيديوهات كل ده، احنا النهارده بنحكي عن تاريخ. ولما نخش بعد كده في فترات ثانيه هنشوف كل نجم لعب في نادي الاهلي كان ليه دور بارز
من حرس المقهي. هنا دي صفة الله، انا بقى ليا صوره هنا، دي في جورنال النادي الاهلي. يا سلام، كابتن الخطيب بيبوسوا هنا الكابتن شطه والكابتن جماعه حميد كان بيلعب في الاهلي. ازاي كان الخطيب، كانوا عيله واحده بيحبوا بعض. طبعا. ازاي كان الخطيب ككابتن للفريق، ازاي كان الخطيب كان الناس بتحبه، كان بيمسكهم كاخواته ويحضنهم. شوف كانه حد من الكابتن احمد، كانه اخ صغير ليه بيحضنه ويطبطب عليه. ما هو الكابتن الخطيب ليه افضل على ناس كتيره بعد كده من كثر توجيهاته ليهم، ان هم بعد كده يقدروا يلعبوا ويجيدوا. يا جماعه اي مدرسه كوره في النادي الاهلي، خش في النادي الاهلي يقول لك خش اللعيب بعد ساعات. كابتن اللي لسه جاي النادي الاهلي، ها بدر المغربي، بدر بنون، ولا قصدك على مين؟ اول ماتش، اول ماتش دخل بالحب، حب بيجمع بيعمل بطولات. نرجع تاني للماتش، الكاس في مدرسه الاهلي ده برده في نفس ماتش 78 يا مدرسه الاهلي. الخطيب بص مكتوبه، هو مش انا اللي اهو الجورنال بيقول ايه، الكابتن الخطيب هم اللي كاتبين. من ساعتها. أيوة. نرجع بقى للمباراه دي وقصتها الجميله. رحم الله الكابتن الجوهري. ها في مباراه 1984 وليها قصه جميله هنقولها سريعا برضو. ها كنا بنلعب في النادي المصري الجميل المحترم التاريخي الكبير نادي المصري، وكان الاستاذ سيد متولي كان رئيس نادي الايه المصري. كابتن مسعد نور جاب جون، ومصر كان بيلعب ماتش جميل جدا وعامل ماتش حلو. ها الماتش هينتهي، وقام بقى الكابتن سيد متولي يعمل اهو جون اهو، مسعد نور كوره بالعرض يحط رجليه تخش جون في الكابتن شوبير. هيفضل الماتش سجال لغايه اخر دقيقه، كابتن علاء ميوب اهو هيرقص كابتن عادل عبد المنعم ويحطها 3-1. كابتن علاء ميوب هيجيب جونين، الجون الثاني هيجي لنا احمد الشمال ببطء ببطء ويطلعها من فوق ايه كابتن علاء ايه عبد المنعم رحمه الله برضه جيل عظيم. الجون كابتن خالد جلاله شوطه. كابتن محمد عامر كان كابتن النادي الاهلي. كابتن الجوهري كان مدرب النادي الاهلي. كابتن عبد الوهاب سليم كان مدير الكوره في النادي الاهلي، وازاي قاعد هيتجنن العبوا الاهلي نكسب. بص الناس فرحه غير عاديه في اخر ثانيه. ده الجون الثاني، بص كابتن علاء بيجري هناك شمال، هيجري لغايه ما يخش جوه من ناحيه الشمال ويسقطها من فوق. كابتن انا اتفرج على الماتش ده من سنين عمري. هي دي كانت الدقيقه كام بقى؟ دي في الشوط الاضافي، كنا احنا قاعدين في اخر ثانيه في الشوط الثاني. كابتن علاء ميوب عمل جون عبقري. كابتن علاء ميوب يا رموز من رموز لعيبه النادي الاهلي وتاريخه. ها بص هيخش لجوه جوه وطلعت الكابتن علاء عادل عبد المنعم. كابتن عادل عبد المنعم اسف هيسقطها ازاي من الزاويه الضيقه. بص كابتن علاء ميوب يا طبعا فرحه عارمه. لا كابتن علاء ميوب حاجه من عظماء لعيبه النادي الاهلي. هو الحقيقه يعني النادي الاهلي ما نقدرش نقول انهي جيل بالتحديد هو اللي يطلق عليه لقب الجيل الذهبي، لان كل الاجيال اقوى من بعض. كل الاجيال ذهبيه، حتى انا بشوف حتى الجيل الحالي. لا والجيل الحالي ده رائع جدا من البطولات. كل ده مكمل يعني بجد، كله مكمل. ده جون اللي جاي دلوقتي كابتن مين؟ ربنا يديله الصحه، كابتن خالد جد الله. يعني كنا بنقول ادانا من الناس يعني التاريخ الاهلي هيذكرهم كابتن ده. يا سلام يا سلام. هترجع كابتن سمير فوزي حطها في العارضه رجعت. حلوه كابتن خالد جدالة حطها، وبرده كان في برده نهائي كاس. كابتن خالد جدالة كسبنا الكاس بالكره على ال 18 قنبله من على ال 18 في الكابتن برده عادل عبد المنعم. كانت مباراه عظيمه. وتاني سنه على طول لعبنا بالناشئين وخدنا الكاس 1985. كابتن محمد ساكت اول ما كان بس ان الزاويه اتفتحت فكسر من الثانيه. بس كابتن عادل عبد المنعم كان جون عظيم. ده حلو جدا عظيم. حلو جدا. وابنه مازال يلعب، ولعب في الاهلي وكان لعب مصر المقصه ورفعوا الكاس. ها ولسه بقى هنشوف جيل 92 كابتن ايمن الشاوي وحاطط الكاس كده 92 مباراه جميله. يا شوف الفرحه اهو. هو الاهلي اهو كابتن علاء ميوب فعلا كان عريس المباراه دي. كل اللعيبه كانوا ابطال لاخر ثانيه زي ما تعودنا النادي الاهلي. ها يعني انا هقول لك حاجه ظريفه كده حصلت. لاول مره احس بمنافسين، احس بيهم بعد ما حصل الدروب الماتش الاخير الكاس ده وحصل تعادل في الوقت الضايع. ها كنت مش قادر بقى، كنت خايف كاس مصر ده. قلت الله يكون في عون المنافسين، ده الاهلي على طول بيكسب في الوقت دوت. ها على مدار سنين ما شاء الله عنده الصبر والمصابره على ده، يبقى المنافسين يعملوا ايه؟ كابتن علاء ميوب رافع الكاس هنا بفرحه عارمه. المباراه خلاص بيقول لحضرتك الكابتن سيد متولي رئيس نادي مصر رحمه الله قايم في اخر دقيقه وبعد جرافته وكاس بيتحط هياخد الكاس فيروح بورسعيد. لقينا كابتن حجم عنتريه كابتن علاء ميوب دخل ومرقص الجون وداخل اهو. ده الجورنال ينزل اهو. دي من المباريات التاريخيه للكابتن للنادي الاهلي وكابتن علاء ميوب. لا احنا لو جبنا تاريخ كاس مع النادي الاهلي تاريخ عظيم، تاريخ
يعني حاجه عاليه قوي كاس مصر ده. ان شاء الله بنستعرضه وهنستمر في الاستعراض يعني لكل الناس محبي وعشاق الكيان، نسترجع معاهم ذكريات حلوه وانتصارات كبيره جدا، وان شاء الله باذن الرحمن المزيد من الانتصارات والمزيد من الكؤوس وبالتالي المزيد من اللقاءات مع حضرتك استاذ محمد. نورتنا، اهلا بيك. اشكرك. شكرا ليك يا فندم. في كلمه اخيره هتقولها؟ انا كنت ليا والله كلمه 30 ثانيه. في 30 ثانيه. اتفضل. ان في حاجات ظريفه قوي حصلت برضو من الحكايات الجميله، كان في 49 كان في ماتش الاهلي والزمالك، كان ساعتها المختلط في النهائي، وكان الماتش 1-1 وقعدوا خمس اشواط 135 دقيقه ما فيش حد عارف يكسب، وحمد الملك فاروق قمر يلعبوا ربع ساعه ثاني، لعبوا ربع ساعه ثاني والاهلي جاب ايه؟ جونين وكسب 3-1. دي حاجات من الحاجات اللي هنحكيها بعد كده الظريفه اللي جابوها النادي الاهلي اللي لعب تاريخ ومكان النادي الاهلي. يعني الاكسترا تايم كان بامر ملكي. امر ملكي ربع ساعه لازم يلعب. قال لك لازم، كان الاهلي والمختلط، قصدي الاهلي والزمالك. وبقى ازاي؟ واللي في الربع ساعه بقى للملك امر يلعبوها زي لازم حد يكسب. ايوه. عشان يشيل الكاس اللي هو باسمه. يوم الاهلي يجيب جونين ورا بعض، تاريخ كبير وحكايات جميله هنستعرضها في الحلقه الجايه. هنستعرضها طبعا مع حضرتك في الحلقات اللي جايه، بس كده النهارده الحلقه خلصت، يعني بنشكركم جدا انا وكريم على المتابعه، ومره ثانيه بنهني نفسنا وبنهني كل الناس بتتفرج علينا من كل مكان في العالم، احنا بننتمي لكيان كبير جدا، كيان يعني حقيقي كل يوم بيسعدنا وبيشعرنا بفخر زي ما كنا بنقول احنا بننام مبسوطين وبنصحى مبسوطين علشان الاهلي اوقات كتيره جدا الحمد لله بيسعدنا، يمكن كمان الحمد لله الفتره الاخيره بطولات ورا بطولات، يا رب كمان زي ما قلنا كده رباعيه والخماسيه تكون من نصيب الاهلي باذن الله. وعمل خير وعمل جماعي، احنا مؤسسه. صح. مش شغل مش بشكل فردي. صحيح. شكرا ليك يا كريم. وانا بشكرك يا نهاوند، وبنشكر استاذ محمد صادق ضيفنا العزيز، واكيد